أنا جيت سعيد وفخور هذه المجموعة اللي كاينة، وكنتمنى نقدم الإضافة إن شاء الله اللي ملزمة عليا، وما علينا غير العمل إن شاء الله باش نحقق لك شي دابا. ريت رجع البيضاوي لأنه فريق كبير، وغاني التعريف يعني بالألقاب ديالو، ما علينا إن شاء الله غير نزيدو نخدمو باش نزيدو نحققو ألقاب كثيرة إن شاء الله. مهما جيت هذا الفريق هذا إلا وأنا حاس بالمسؤولية، حاس بهذا التونين اللي خديت، وكنتمنى إن شاء الله. أولا أنا جيت سعيد وفرحان بالتحاق ديالي في فريق رجاء البيضاوي لفريق القلب لفريق كامبري. في إسبانيا عندهم واحد النظرية مزيان على فريق رجاء البيضاوي، وكيف ما كتعرف فريق رجاء البيضاوي فريق كبير، عنده تاريخ كبير بزاف، وأحسن فريق في المغرب. الصراحة الشعور ديالي جيت سعيد أنني نلتحق بهذا الفريق الكبير بزاف، وإن شاء الله نطلبوا نحققوا شي حاجة إن شاء الله. فريمون سا في بلازير دي ريجوان ليكيب رجاء، كاجي ريتروفي نوفيل فامي إي لاكي أيتي فورميدابل بو موا. Ouais, le Raja a été toujours un grand club, un grand, très très grand club. Alhamdoulilah, je suis heureux d'être dans la ligue que j'ai déjà joué et j'ai joué. Le match qui fait, j'ai été avec le championnat et je n'ai pas écrit le club. Alhamdoulilah, je suis revenu et j'espère être dans le niveau et être dans le niveau technique et être dans le niveau de mon niveau et faire le niveau pour que je m'en ونزيد بالفرقة في التامي إن شاء الله. بغيت تفوتني الفرصة لأنه كان عندنا اتصال مع حميد قبل ما يجي المرة الثانية ويكون معنا، فكانت اتصال وكان المحاورات نيغوسياسيون كانت كبيرة بزاف، وكانت قاصحة، ولكن بغيت نشكر حميد اللي برهن عاوتاني على الرجويات ديالو والحب ديالو للفريق، ودار واحد مجهودات كبيرة مادية باش تخلى واحد طرف الزمالك باش يجي للدار البيضاء، فبغيت نشكروها. الصراحة يعني الفرقة هذه يعني كيف ما ديجا قلت نقولها يعني العائلة، كتحس بها عائلة، يعني هاد لومبيونس هذه تقدر تعطي عليها الفلوس ولا تخلص عليها الفلوس باش تكون في واحد المجموعة كي بحال هادو، كلهم ولاد الناس باغينا يضحكوا. الحمد لله. روكي الوغ كي جاتك البانينكا ديال محسن اللي كانت في الدقيقة 88؟ صراحة بانيلكا ديال محسن متولي من الإدارة، صراحة أنا مع خاطري قلت ولد الحرام حيت عودة، فهمتي علاش؟ حيت محسن صراحة لاعب كبير، ولاعب اللي عطى الفريق الرجاء الرياضي بزاف، ومازال غيعطي إن شاء الله. كنحتارمو أنا محسن، كنت كنتفرج فيه ملي كنت مازال صغير، ملي كنت مازال في الجديدة، لاعب كبير. الميساج اللي غادي نقول للجمهور الرياضي، فريق الرجاء الرياضي، هو ان الناهري ان شاء الله غيكون في المستوى وغيقدم الاضافه للفريق ان شاء الله. شكرا. نزيدو شويه ولا باغاك؟ ويانا مع وليدات وهرانا، يا وصحاب البارود وصحاب البارود وصحاب البارود، يا والكرابينه يا